خدمة مع شركة سادو كان في 97 وتم الاندماج تاعي للشركة تاع الشرق تاع الشرق 2004. من بعدها دمجونا بهاد الشركة تاع الموبيليز 2017 1/1 2017. الطريقة باش فوتنا هاد الشركة عطانا عيطونا بالليل مع 8 تاع الليل قلنا عندكم واحد الفورماسيون غادي ديروا واحد الفورماسيون عندنا في الشركة ديروا واحد الفورماسيون عندنا في الشركة ضربوا واحد الكرة راسنا كنسنيو على واحد العقود لقيناهم بعد مدلين بعد عامين عاد عطاو عاد بقاو عندهم الدراري. انا قبل العام تسرحت بالخدمة ديالي. علاش؟ التحقت بالنقابة باش ندافع على الحقوق ديالي مع العمال. شنو داروا؟ جاو هما وقفوني للعمل ردوا غير دوني من المرتبة ختم ريغيلاتور في ستاسيون بغاو يرجعوني نخدم ريسيفر. وانايا عندي مرض مزمن والطبيب تاعي كيمنعني وكيقول لي ما تخصكش تكون ريسيفر انا عندي طونسيون نتاع بزاف. مؤخرا راني معاهم في المحكمة نتاع الاستئناف. تفاجأت في المرافعة نتاع المحامي ديالهم كيقول انا حنا ما بقيناش خدامين مع ما تمش الادماج تاعنا من شركه لشركه بل حنايا مدينا عقود جديده وحنايا حنايا عمال اجراء جداد دينا في 1/1 2017. وكيقول بان تفتر تاعهم هذا القانون الماده 26 تفوت المطبق كيقول بان ما كيعطيش الاقدميه وكيطعن في الملحقه رقم 3 كيقول الملحقه 3 قتاد ماشي ظاهر شارف هي غير ملحقه. وهذا هناك دوك كيقول لاننا حنا بدينا في 1/1 2017 والاخوه اللي طردوهم ثلاثه اللي طردوهم في عدد اطار الهيكله هما في المكتب النقابي معنا حتى هما. وكان طبيعي انهم غادي يجي واحد النهار اللي حتى ما يصفوا الحساب ديالهم لخاطر كجابوا العمال قبل عام قبل سنتين باش يدفعوا للمحكمه باش نطلبوا الحقوق اللي عندنا. تم التسريح ديالهم وهذا اللي راه واقع. لا اله الا الله رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الشركه.